الشريك سواء تعلقنا مع تجميعية المشكلة المدنية الشريكة فيها العمل وأيضا سيدة السادة أساتذة جميعين الحاضرين معنا ووجه الشكر لكل مختلف فعاليات الإعلام الوطني المرئي المسموع المكتوب على تغطية والحضور باش تغطية فعاليات هذا اللقاء الإعلامي. اختيار لهذه المذكرة شعار ألا هو لكل طفل الحق في فرصة ثانية. لا يخفى علينا جميعا على أن إشكالية على المستوى الوطني هي إشكالية جنوح الأحداث أو لنقل الأطفال في نزاع مع القانون، واليوم بلادنا قطعت واحد الأشواط متميزة على مستوى تحقيق الحماية، لكن في نظرنا وفي تصورنا لازالت هناك بعض مظاهر القصور التي تجعلنا من خلال مذكرة نبلور كيف ينبغي تعزيز الإصلاحات انطلاقا من القصور الذي لاحظناه ملاحظة دقيقة، بدءا بالإجراءات الأولية في مواجهة الأطفال في نزاع مع القانون حينما نتحدث في علاقة مع الشرطة القضائية، وانتهاءا بالإجراءات التي تتخذ داخل مراكز الإصلاح والتهذيب التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعداد الإدماج. اليوم الغاية ديالنا الأساسية هو إطلاق ندوة صحفية من أجل التعريف بمضامين هذه المذكرة، تتلوها خطة ديال الترافع من أجل التعريف بها وتقديمها لدى مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والقطاعات الحكومية ومختلف فعاليات على المستوى الوطني. الغاية ديالها الأساسية هو أن نتحدث عن الطفل المغربي وعن ضرورة أن تكون هناك حماية معززة على المستوى القانوني والمؤسساتي. إذا اليوم لا أعتقد على أن هناك موضوع قد تكون لهم الأهمية في نظري أكثر من أهمية الاهتمام بالطفولة على المستوى الوطني وخاصة الأطفال في نزاع مع القانون وتقديم حلول قانونية ومؤسساتية غايتها تعزيز الحماية وتحقيق النجاعة من أجل أن تكون بلادنا في المستقبل فيها مظاهر انحراف أقل، ومن أجل في بلادنا ما تكونش هناك ظاهرات العود فيما يتعلق بالجريمة أطفال لسبب أو لآخر قد يكون في وضعيات الانحراف وبعد ذلك يصبحون رشداء يحترفون الإجرام. إذا غايتنا الأساسية هو التنبيه لهذه المسألة وتقديم اقتراحات دقيقة وواضحة وعملية. اليوم هذا البرنامج اللي كتشرف عليه المحاكم الولايات كان فيه مجموعة من اللقاءات، مجموعة من الورشات، مجموعة من الأنشطة، مجموعة من الندوات، ومخرجات تلك اللقاءات المتعددة التي دامت أكثر من سنة أبانت على أن هناك مظاهر قصور، مظاهر قصور على مستوى المنظومة القانونية، مظاهر قصور على مستوى الممارسة العملية، ومظاهر نقص على مستوى الإمكانات في علاقة بالمؤسسات الحاضنة ومراكز الإصلاح ومراكز الرعاية الحاضنة للأطفال. إذا هذه كلها كانت أسباب موضوعية دعتنا إلى ضرورة تقديم مذكرة غايتها الإسهام مع المجهود الكبير اللي كيتبذل من طرف بلادنا وخاصة من طرف مديرية الشؤون الجنائية والعفو داخل وزارة العدل، مجهود كبير كيدار من أجل تطوير المنظومة القانونية. فإحنا اليوم نؤمن بأن المذكرة هي غايتها الأساسية العمل المشترك العمالي، نستعمل الذكاء الجماعي من أجل تطوير المنظومة القانونية الوطنية خدمة لبلادنا. نتحدث اليوم عن ما هي ضرورة إصلاح عدالة الأحداث في المغرب. المذكرة تحاول أن تجعل من القواعد المعيارية أساساً على مستوى المطالب التي نقدمها من أجل تحقيق الإصلاح.